التحق بنا من المنام المحلل الاقتصادي أسامة معين. سيد أسامة، أهلا بك معنا. كيف يدل هذا أو هذه العضوية التي انضمت بها المملكة لهذه المجموعة، كيف تدل على مدى فعالية وكفاءة كذلك إجراءات المملكة في مكافحة غسيل الأموال وكذلك تمويل الإرهاب وانتشار التسلح؟ نبارك للمملكة العربية السعودية انضمامها إلى هذه المنظمة القوية العريقة طبعا، وهذا جزء من خطة المملكة العربية السعودية 2030. لا تنسى أن المملكة انضمت أيضا إلى مجموعة الـ20 الدول الاقتصادية الأقوى في العالم، وبالتالي فإن معظم هذه المنظمات المنبثقة أو التي تساند انضمام المملكة العربية السعودية إلى المجموعة الـ20 طبعا ستكون طبعا في طليعة هذه المنظمات التي تنضم إليها المملكة. طبعا هذه المنظمة التي أسست عام 89 بثق عنها أيضا فاتف الميناء اللي هي تختص بالميدل إيست والنورث أفريكا أو شمال أفريقيا، والتي انضمت إليها طبعا المملكة ومعظم الدول العربية، بالإضافة إلى أن الفاتف نفسها تضم بين ثناياها كل الدول الدائمة العضوية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى معظم الدول التي انضمت إلى مجموعة الـ20. فبالتالي فإن المملكة سيكون لها مقعد خاص طبعا في هذه المنظمة. طبعا انضمامها هنا سيكون له أثر كبير جدا على المملكة، لأن أيضا هذه ستحظى أيضا بمكانة رفيعة من ضمن الدول التي تحارب الإرهاب بشكله الاقتصادي اللي هو غسيل الأموال، التسليح، الترافيكينج، الأموال اللي تأتي من أشياء طبعا إرهابية أو غير قانونية في العالم، وتعطي زخم أكبر للريال السعودي أو للاقتصاد السعودي على أن يكون أكثر ثباتا طبعا عالميا. لا تنسى أنه هو العملة الوحيدة الأقوى في العالم العربي أو منطقة الشرق الأوسط المدرج في البنوك العالمية والتجارة العالمية. هذا سيعطيه أيضا قوة أكبر في سقف الريتنج للمملكة العربية السعودية كدولة مكافحة للإرهاب الدولي الاقتصادي، والذي طبعا كلنا نقف وراء المملكة العربية السعودية في هذا المجال. طيب كيف ستتيح يعني هذه العضوية مشاركة المملكة كذلك لخبراتها وتجاربها مع الدول الأعضاء في المجموعة، مما يسهم في تطوير وإكمال المنظومة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح كذلك؟ طبعا المملكة العربية السعودية أنا كما أقول دائما ليست الاقتصاد الأقوى ولكن الاقتصاد الأوحد في العالم العربي أو في منطقة الشرق الأوسط. مقومات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية هي مقومات أكبر من أي دولة في منطقتنا بالكامل، لأنها تعتمد على دخول متعددة من النفط طبعا كأكبر مصدر للنفط في المنطقة، كدولة صناعية كبيرة، كدولة تتمتع بمساحة كبيرة تحدها العديد من الدول في أفريقيا وآسيا وغيرها، بالإضافة إلى وجود طبعا ما يزيد على 30 مليون نسمة في أرجاء المملكة. كل هذه تعطيها مقومات الدولة الاقتصادية الأقوى في المنطقة. طبعا الدولة الاقتصادية الأقوى إذن هي التي يعني يكون لها تأثير اقتصادي كبير على الدول المجاورة، وخاصة دول مجلس التعاون أو دول الشمال والجنوب في اليمن وغيرها. هنا يأتي دور المملكة أيضا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، ونراه الآن سياسيا أيضا محاولة المملكة الحفاظ على الاستقرار من خلال ضمان إمدادات النفط العالمية طبعا الآتية من هنا من منطقتنا. هذا كله طبعا يحتاج أيضا إلى أن نقف وقفة قوية جدا ضد غسيل الأموال، ضد الإرهاب، ضد السلاح، المخدرات وغيرها. هنا يأتي دور المملكة في أن تحافظ على الوضع الذي هو عليه الآن، وتطور إلى الأفضل ما هو موجود في المنطقة العربية بالكامل كاقتصاد قوي.
هذا يعطيها طبعا دعم وزخم اقتصادي أقوى من حيث قوة المملكة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وطبعا يعطيها الريتنج نسميه الأعلى دائما في المنطقة لمحافظتها على استقرار المالي بعيدا عن أي طبعا عمليات غير قانونية في المنطقة. من المنامة المحلل الاقتصادي أسامة معين، أشكرك جزيلا.